تقرر خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز التأكيد على تفعيل أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 الذي يلزم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر وفرض غرامات على كل منشأة لا يلتزم العاملون فيها أو مرتادوها بارتداء الكمامات أو التي تهمل أساليب الوقاية باتباع ممارسات من شأنها تعريض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر. ونجدد التأكيد بأن العقوبات لمن يخالف أمر الدفاع رقم 11 تتراوح قيمتها ما بين 20 إلى 50 دينارا، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المنشآت غير الملتزمة تصل حد الإغلاق. نؤكد أيضا ضرورة مضاعفة الحذر والتشدد في الوقاية مع قرب موعد حلول استحقاقين وطنيين في غاية الأهمية يتطلبان المحافظة على بيئة محلية خالية من الوباء لينجز بسلام ونجاح، وهما بدء العام الدراسي مطلع شهر أيلول المقبل وإجراء الانتخابات النيابية في 10 من 20 الثاني المقبل.